هلا انتو شو بدكم مني؟ انت بعملية وادي زياب عشت اللي رح يعيشه مراد من قبل. ما حدا غيرك بيعرف قديش مهم تصافه. اذا ما تم توجيهه بشكل صحيح كل العملية حتفشل. اذا بدها تفشل تفشل. اذا مات مراد على مدار رح تسقط الأمة ولا رح تدمر الدولة؟ الأمة والدولة رح يخسروا كتير شغلات. هاي الأمة وهي الدولة خسرت كتير من أولادها بس استمرت بطريقة. في حدا تاني بيعرفني عايش؟ معلم بعد ما خلصت كتاب النسب انت بتعرف انك حتموت مشان تخبي هذا السر. كان لازم الكل يعرف انك ميت مشان تضل عايش وبنفس الوقت يقتنعوا انك ميت. منشان هيك سبقتني بالكلام وقتها وقلت انه لازم موت.